انا كفايه كفايه. تحبيني يا الهام؟ لا، بحب واحد تاني. مين هو؟ قلتيه ازاي استمر في الدفاع عن زوجه خاينه؟ ده ما اصبحش تعملي كده. في مساله شخصيه بينك وبين الهام ممكن تسووها لوحدكم. مش يمكن جوزها هو اللي دفعها للخط؟ انا مؤمن اني عايش. ليه؟ معرفش. علشان كده جيت انبهك لخطورة الموقف. وده كلام يقوله رجل قانون. يعني الوفاء ملوش مكان بيننا.